أطلقت جمعية منهاج الصالحين الخيرية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف حملتها الإنسانية تحت شعار مشروع عموم الطعام بهدف مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة في دولة الكويت قبل حلول شهر رمضان المبارك. ويستفيد من هذه الحملة أكثر من 13,500 أسرة متعففة من خلال تقديم المساعدات المالية والغذائية والعينية لهذه الأسر في كافة محافظات البلاد. أيادي الخير في دولة الكويت تدشن تقديم مساعداتها للأسر المحتاجة والمتعففة قبل حلول شهر رمضان المبارك، والانطلاقة من حملة جمعية منهاج الصالحين الخيرية والتي تنظم بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار مشروع عموم الطعام. أولا مشروعنا بإذن الله سوف يكون قضاء حاجة المحتاج بدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف بعدد المستفيدين بأكثر من 13,500 مستفيد في المرحلة الرابعة غير المراحل اللي فاتت والمراحل القادمة بإذن الله. كوبون مشتريات من جمعية وزارة الدفاع بقيمة يعني تقاس على عدد الأسرة، مثلا الأسرة 5 أشخاص يعني مثلا نقول 50 دينار، لهم خصم خاص من وزارة الدفاع، لهم يعني معاملة خاصة من إخواننا وزارة الدفاع. شهر رمضان المبارك بإذن الله سوف يكون توزيع سلات غذائية، وسوف يكون توزيع زكاة المال، وسوف يكون توزيع بإذن الله إفطار الصائم. هذه مشاريع ثانية إن شاء الله جاهزين لها بإذن الله عند إقبال الشهر الكريم. أكثر من 13,500 أسرة متعففة تستفيد من حملة مشروع عموم الطعام من خلال تقديم المساعدات المالية والغذائية والعينية للأسر المستفيدة في كافة محافظات البلاد. هذه النعم العظيمة التي ترونها أمام أعينكم هي بفضل الله جل وعلا من الأيادي البيضاء وبدعم كريم من الأمانة العامة للأوقاف، هي التي قامت على تنظيم مثل هذه الحملات الطيبة المباركة. وأنا أبشر كل المتبرعين وكل الداعمين، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هذه الكبنات التي تتوزع الآن هي عبارة عن أموال، وكذلك تتضمن المواد الغذائية التي ستكون للعوائل المحتاجة التي قامت الجمعية على دراسة حالتها وقبول حالتها في الجمعية. لا صوت يعلو على صوت الأعمال الخيرية قبل انطلاق شهر رمضان المبارك في بلد الإنسانية. بلد الخير لا يأتي إلا بالخير من خلال حملة التبرعات التي تنظمها جمعية منهاج الخيرية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في سبيل مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة في دولة الكويت قبل حلول شهر رمضان المبارك. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.